كنت مربي أبقار حليب. جينا لهون نتيجة ارتفاع الأجار، غلاء الأجار، يعني أقل مزرعة يطلبوا مثلا 500 دولار، فاضطريت لبيع البقر، واتجهت للعمل في شغلة في اختصاصي تفكيك القذائف المتفجرة والغير متفجرة، الزخائر بشكل عام. نحن بنتعامل مع الزخائر هاي في مكان وجودها، يعني بيحكوا معنا الأهالي أحيانا نحن بنطلع على حالنا، يعني بنفككها وبنتعامل معها، بنوصلها لهون على المركز آمنة 100%. بنفكها بنأمنها 100%، بنبيعها لمعامل الصهر، صهر الحديد. معامل صهر الحديد بتطالع منها سياخ الحديد الخاصة في البناء، والمبسط والصاج وجميع أنواع الحديد. طبعا سعر الحديد الاستيراد غالي، 800 دولار. سعر الطن من هاي 400 دولار، يعني في فرق كبير. استطعنا تحويل هاي المواد المتفجرة، يعني من أداة رعب وقتل وتهجير، لأداة تنفع الناس.